بدأت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون لسنة 2024 التي ستقام في المكسيك في شتنبر المقبل لتصبح أول سعودية تشارك في هذه المسابقة العالمية. رومي القحطاني شابة سعودية حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان وتتقن اللغة الفرنسية العربية وحتى الإنجليزية، وسبق لها أمثلات سعودية في مسابقات عدة أبرزها ملكة جمال آسيا في ماليزيا وملكة جمال العرب للسلام. وقالت العارضة عبر حسابها في منصة إكس: يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024، هذه أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون. وحسب جريدة العالم صدر اليوم، فقد ظهرت رومي عبر مجموعة من الصور اللي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام وهي لابسة وشاح مكتوب عليه ملكة جمال المملكة العربية السعودية. وتأتي مشاركة القحطاني بعد مشاركة ملكة جمال البحرين لسنة 2023 لوجين يعقوب اللي كانت أول امرأة كتمثل البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لسنة 2023 اللي تنظمت في دولة سلفادور. وكتحرص رومي القحطاني عبر مجموعة من الصور على أنها تعكس الثقافة والتراث السعودي اللي كتكون مشاركتها على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام.